عاملين مكعبات الفراخ او الدجاج بالمانجا. عايزه اقول لكم انها، انا عارفه انه اول ما تسمعوها هتحسوا انها غريبه، ولكن انا جربتها كذا مره، وعلى فكره بقت وصفه بعملها كده مره كل صيف، وبتبقى لذيذه قوي قوي في موسم المانجا. عارفين لما بيبقى في مانجا في البيت كتير، نبتدي نستغل كل الوصفات اللي ممكن نعملها بيها. معانا فراخ مخليه مكعبات، معانا نشا، و معانا نشا، ومعانا دقيق حبوب كامله، جنزبيل مفروم، ثوم مفروم، معانا كمان ملح وفلفل اسود مطحون. للصوص بتاعها معانا زيت زيتون، ثوم مفروم، فلفل اخضر سبايسي، ومعانا مكعبات بقى بصل بصل ابيض عادي وفلفل اخضر، صويا صوص، سويت تشيلي اللي هي صلصه الحاره الحلوه، عملناها قبل كده مع بعض بيتي هنا مع بعض في بالهنا والشفا. معانا كمان معجون شطه او اللي هي احنا بنسميها هريسه، كاتشب، خل، ملح، فلفل اسود، نشا، وميه، ومكعبات المانجا. هي في الاول تحسوا انه ايه كل المكونات دي يا جماعه، انتوا احنا هنعمل ايه ولا ايه؟ بس فعليا هي ما بتاخدش وقت خالص في السوا، بدليل ان انا مش معايا منها نسخه ولا مسويه منها حاجه، انا اللي هشتغلها معاكم هنطلعها نقدمها في الاخر على طول. بصوا احنا اول خطوه هنعمل ايه، هناخد الفراخ وهنحطها. بصوا بقى انا هنا عملت ايه، انا حطيت على الفراخ ملح وفلفل ودقيق، و انا عايزه الجنزبيل هنا مع التوم، ملح وفلفل ودقيق ونشا. الدقيق اللي انا استعملته دقيق حبوب كامله، ولكن مش شرط، انتوا ممكن تستعملوا اي نوع دقيق عايزين. طب ليه النشا يا ساندرا؟ النشا عشان انا عايزه الفراخ دي تطلع ايه، مقرمشه شويه كده، خلاص عشان كده ايه عملتها. وتعالوا احنا حطينا فلفل اسود ولا لا؟ هحط فلفل اسود. طيب شويه زيت، هحمر او يعني هحمص الفراخ دي في الزيت. واول ما تبتدي تاخد لون ذهبي جميل هعمل ايه، هبتدي انزل بباقي المكونات. انا كده خلاص النشا والدقيق استعملت منهم اللي انا عايزاه، ثوم والجنزبيل، ومعايا ثوم تاني اهو. زي ما قلت لكم في وصفات كتيره قوي في المطبخ الاسيوي والمطبخ الهندي كمان، وصفات قائمه على طعم الثوم والجنزبيل، وعلى فكره بيدوا طعم حلو جدا يا جماعه. يعني دايما كده انا عندي لما اجيب حته جنزبيل كبيره يفضل منها، لانه الجنزبيل بنستخدم منه شويه قليلين، فدايما اخلي منها مفروم او مبشور في التلاجة ومخلوط بتوم، ويبقى عندي الميكس ده جاهز استعمله، بستعمله في حاجات كتيره جدا وبيطلع حلو قوي. على فكره انا مش عايزه الخضار مهري، الحاجات دي ايه عايزاها طالعة فيها، عارفين القطمة بتاعت الخضار دي، مش عايزة الخضار يتهري. دي الهريسة، وبعدين تعالوا نحط الصويا الأول. عارفين السويت اند ساور، الفراخ السويت اند ساور هي شبهها شويه، شبهها جدا اكشلي، بس طبعا الفراخ مش متحمره زي الفراخ الثانيه، فراخ متشوحه وبرده هتطلع كريسبي وحلوه وماسكه نفسها، و وفيها المانجا، فاضافه المانجا دي صدقوني لذيذه، مختلفه ولذيذه.